These ones are with hyper smooth stabilization. And this is without, without, right? Sir, yes. So the only difference is the hyper smooth? No, sir. It's for a 4K 60. It's 4K 30 on 4K 60. 60 as well, yeah. The same. 33. And this is the same here. Mm. Live streaming, sir, also. The live streaming for the social media, you mean? Mm. And the hyper smooth video. And also the, we have a times 8 a super slow motion. This slow motion. Sir, without. Nothing. So this one, sir, is more. More this one, sir, higher this one, and live so streaming. This is the 7, right? Yeah, GPS. And this GPS, sir, GPS, sir, for the tracking also, sir. GPS. For example, only for tracking the video locations, yes. But okay. Not only, sir, for the person like that, this will be for the video, sir, of course. For the this video. Is more powerful, the specs, sir. So, made from iPhone, micro SD required, yeah, HDMI. Yeah, HDMI, sir, this one, without. The cable, you mean? The connection to the computer? This one, sir, yeah, sir, there's an HDMI, this one, sir, without. Micro SD, sir. So, what's the price of the mic? 1799. Really? Is it the... I will double check, sir. There. Okay. $1,679. How much in your The same, yes. $1,679. Yeah, yeah. But what is included inside the package? This one, sir. Only this is the included all, without memory card, without any accessories. Only battery. Battery is there. Yeah. Battery is there. Sir. 1 year warranty also, sir. What is the micro, sir? The micro, yes. Yeah, micro, sir. Available. Okay, I added el taswir. خلينا نشوف شو اللي بنقدر نعمله في عدة التصوير او شو هي اصلا الاشياء الموجودة عندنا احنا اساسا. نضوي شوي اكتر. يا سلام. طيب نقدر نعرف ايش في عندنا اليوم. في عندنا ضيف جديد. هذا الضيف عم بدخل على الكاتيجوري اللي عندي لاول مرة. طبعا من فترة هيك بلشت ايش دور شو الاشي اللي ممكن انا استخدمه عشان اعمل ريكوردز للفيديوز او للسيريز اللي احنا كنا عم ننشرها اللي هي Architect Closely The Creative Chaos. واليوم عم بدخل معانا شي جديد على التيم. هذا الشي كان لازم نصور وننزل فيه هيك فيديو خفيف لطيف ندخل نحط لكم اياه على اساس الكل يشوفه ونعرف ايش الاشي اللي عم نستخدمه لتصوير الفيديو هذا. طبعا في كتير ناس كانت تحكي انه الكواليتي تبعت الفيديو مش منيحة او الشيك الموجود فيها او مش ستيبل الفيديو او الموفمنت كتير عالي او عم تحرك ايدك كتير. طبعا يا جماعة اللي كان يصير اني انا كنت عم بصور ب affordable action camera. طبعا كان في عندي اكتر من وحدة. اول وحدة قد ما هي كتير 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 منيحة كبيتها طبعا والله ما بعرف وين ارضيها اصلا. فهاي رميناها ما بدنا اياها. هلا جينا اللي بعدها كانت صراحة الكواليتي تبعتها منيحة. كانت تقدر تعطيني ability ان انا اصور 4K. هاي الكاميرا كانت affordable. هذيك كانت كتير low price كتير cheap. هاي كانت action camera. كانت تعطيني فيديو up to 4K 60 frame per second. وكانت تعطيني كواليتي منيحة. بس المشكلة انه اذا كنت انا بمشي او اذا ايدي بتتحرك فما كان عندي ability ان انا اخذ فيديوز بكواليتي منيحة وكان كتير مزعج للحدا اللي بيحضر الفيديو. طبعا ما بنقدر نحكي اشي عن الكانون. هي الكاميرا اللي انا بصور فيها كانون 700D. طبعا مع اللينسز اللي كانت عندي اساسا واللي هي اصلا من زمان انا بستخدمها للتصوير زي هاي اللينس. هاي اللينس اللي هي الكانون ال 100mm الماكرو. كنت استخدمها تصوير الماكرو. طبعا فيها كتير فيتشرز بس اليوم مش موضوعنا اصلا. حطناها على جنب. اللنس للبورتري وهي الكانون 50mm. كانون 50mm طبعا كنت استخدمها لتصوير البورتري. كانت تعطيني صور كتير منيحة. الابرتشر لها كان 1.4 اللي هو هون عشان تعطيني ability اقدر اصور باللو لايت. الزوم لينس تليفوتو زوم لينس اللي هي 70-300 اللي هي من كانون برضو. ما بعرف طبعا فان كبير من ال... انا معجب كتير بكانون فانا كتير بستخدم اللينس تبعونهم. اوكي بادجت عالية
بس بحب استخدمهم. وهي كنت استخدمها للتصوير اللي بحتاج فيه زوم كتير عالي. طبعا حبيبتي هاي اللينس اللي هي 10-18 برضو من كانون. هاي اللي هي الوايد انجل تعطيني ابيليتي اصور لاندسكيب، تعطيني ابيليتي اصور في الاماكن اللي كتير ضيقه اذا انا كنت بدي اشوف فيلد كتير كبير. طبعا المرابط، شاحن الكانون تبعتي، شاحن البطاريه، في عندي مور دان باتري صراحه، مش جايب باتري باك. طيب هلا ضيفنا الجديد اللي هو لليوم، طبعا هاي الكرتون ما لها داعي مش هنحكي عنها. ضيفنا الجديد لليوم اللي هي كاميرا الجو برو هيرو 7. جو برو هيرو 7 يمكن الكل سمع عنها، البلاك. اليوم راح نفتحها وراح نعرف شو الموجود جوا العلبة تبعتها وشو السبيكس تبعت هاي الكاميرا. طبعا السبيكس تبعتها كتير خرافية، وراح نصور كمان فترة هيك كمان كم يوم كم فيديو ننزل هيك شوي نشوف مع بعض ايش البرودكت اللي راح يطلع من هاي الكاميرا. طبعا كاميرا كتير سفاحة، وهم ايش الفيتشر الجديد الموجودة فيهم اللي هي الهايبر سموث، راح يعطيني قابلت ان اصور فيديوز كتير خرافية. الباك راح يكون فيها او العلبة تبعتي راح يكون فيها الكاميرا والكفر تبع الكاميرا، باتري والشاحن والاكسسوارز التانية اللي راح استخدمها لما انا بدي احمل الكاميرا تبعتي سواء على الهلمت او على الكاريرز او الجير تبع الكاميرا. طبعا الكل بيعرف انه هاي الكاميرا هي ووتر بروف، وعطيني ابيليتي اصور بكتير فيتشرز، 12 ميجا بكسل، بتعطيني كمان 4K على 60 فريم بير سكند، وبتوصل 1080 بكسل فيديو بيعطيني اياه على 240 فريم بير سكند. طبعا اندر ووتر اب تو 33 فيت اللي هو ايكوالز 10 متر زي ما هو مكتوب. وكمان الحلو في الموضوع انه فيها فويس اوردر، انا عن طريق الفويس انا بقدر ان انا اعطي اوردرز للكاميرا وتشتغل تصور كذا، تاتش سكرين. كمان تعطيني ability ان انا اصور سلو موشن، جي بي اس، اتش دي ار، وهايبر سموت، ولايف ستريمينج للسوشيال ميديا. هذول كل فيتشرز اللي احنا موجودة عندنا في الكاميرا تبعتنا. خلينا هلا نشوف ايش الموجود في العلبة تبعت الكاميرا. طبعا كمان الاكسسوارز تبعتها فيها كتير اكسسوارز، بس اليوم الاكسسوري اللي انا قدرت اشتريها واللي لقيتها اصلا اللي هي التشيست هارنس، برضو عندي ابيليتي انا استخدم هذا الكارير. خلينا مع بعض نشوف شو اللي موجود عندنا. جو برو 7. اوكي هاو جينا هون مع بعض العلبة، نسحب اللي موجود فيها، وهيك سحبنا العلبة تبعت الجو برو. وباي ذا واي كل الكاميرز اللي بتقلد الجو برو او الجو برو عفوا هتكون تعمل نفس الديزاين تبع العلبة. زي اذا جبنا هاي العلبة اللي حكينا ما لها داعي، طلع لها داعي اللي هي هاي، بتسحب من العلبة تلاقي انه الباك تبعك مش طالع زي ما احنا شايفين. فانا هون حاطط جواتها الاشياء التانية اللي هي الاكسسوارز، كيبلز، واتيفر. لقينا الكاميرا اللي كتير تشيب اللي حكينا عنها. طب كتير حلو، هدول عشان نستخدم ونشوف المقارنة بين الكواليتي اوف فيديو اللي راح تطلعها. الفيري لو كواليتي اللي هو بيحكي لي هون انها اتش دي تعطيني اب تو 1080 بكسل، بس الفكرة في الموضوع انه هاي ميد ان تشاينا وهي فيري لو برايس كاميرا كومبيرينج للسعر تبع الجو برو. جو برو باي ذا واي هلا في قطر انا شريتها اليوم فكان سعرها مع التشيست كارير هاد كان سعرها 1800 ريال تقريبا، 1850 ريال، يعني ما يعادل 360 دينار تقريبا، 360 دينار اردني. طبعا نقدر نحولهم للدولار، نقدر نحولهم لاي عمله احنا بدنا اياها، نعرف كم سعرها. وطبعا اسال عندك في البلد اللي انت فيها كم سعرها قبل ما تشتريها عشان ما تتعكم. نحكي كمان عن الثانيه، فاحنا لازم نرتبهم حسب الكواليتي وهم حسب الارتفاع. حاليا فيري لو كواليتي، جود كواليتي اللي هي الثانيه، هاي تعطيني اب تو 4K وفيها واي فاي فيتشر، والجو برو اللي هي الليتست فيرجن اوف ذا جو برو اللي هو جو برو هيرو 7 بلاك. طيب هدول نحطهم شوي على جنب،
ما راح اشتغل فيهم. ناخذ هلا الجو برو. طيب كيف بدنا نفكها؟ انا عم بتعرف عليها معكم. نحن هلا راح ناخذها طيب نفتح العلبه بالاول بالشكل. علبتها كثير فخمه يعني نص السعر شكل دافع على سعر العلبه. العلبه فيها سبورت او كارير هذا مع دبل فيس يعطيني ابيليتي ان انا احطها على اي سطح. هي شوي هيك فيها انحناء يعطيني ابيليتي ان انا احطها على سطح منحني مع دبل فيس بثبت لي اياها. وهذا اذا كان مستوي. هاي اذا كان منحني وهذا نفسه بس هذا اذا كان مستوي. طبعا التجارية او اللو برايس هدول بيجي فيهم 7000 حبة بجوز من هاي. بيجي فيها 8 او 7 حبات من هاي. كيبل الشحن هو نفس اليو اس بي او التشارجر تبع السامسونج 8 بس النوت 8 والنوت 9 تمام. باتري طبعا الباتري شكله واضح انه الكواليتي تبعت الباتري كثير عالية مع انها كثير صغيرة كومبيرنج للباتريز اللي موجودة عندي اصلا اللي هي لهاي الكاميرا ولهاي الكاميرا. طبعا على كل باتري راح تلاقي انه بينصحك انه بس تشحنها مع التشارجر تبعها ما تشحنها مع اي تشارجر تاني عشان فرق الفولتج كم وات كم امبير والى اخره. فهي احنا نكون عرفنا هاي الفاك شو بيجي فيها. طبعا الشاحن مش موجود انا راح اقرا شو نوع الشاحن الكومباتبل معها. وهاي هي الجو برو تبعتنا. خلينا نشيل هاي. شايفين هاي انا هذه الجلدة او الربر اسحبها اب لين بضغط هدول السنين بنسحبها لقدام هيك انا بقدر اخذ الجو برو. طبعا ما توقعها زيي هيك. هاي هي الكاميرا الجو برو تبعتنا. بهاي الطريقة انا فكيت جو برو. هون في عندي سهم كتير صغير means انه انا I can slide it back او slide it up. انا عم بحاول احلل. طبعا حاول انك ما تكسرها عشان ما تصير تعيط. يو slide it up او flip it بقلبها تطلع معانا الكاميرا من الكفر تبعها. طبعا كلهم بقلدوهم بقلدوا الجو برو بس طبعا مع فرق الكواليتي الكتير كبير. هيك احنا صار في عنا هدول كلهم موجودين الكاميرا والبطارية والكبر تبع البطارية. طيب نشوف هلا التشيست او التشيستي هارنس. راح نفتح هذا التشيستي هارنس. واضح انه راح يغلبنا. طيب نجيب مفتاح. هون في عندي تيب شفاف. انا راح اقص التيب الشفاف. طبعا هو بس لاني مكسل اقوم اجيب مشرط فانا عم بستخدم هلا مفتاح. اخذنا اول واحد اقطع الثاني. هذا يعطيك ابيليتي انه انت تحملها على صدرك. فتحناها وهذا التشيست كارير تبعنا. طبعا بلاحظ انه التشيست كارير في معه هدول الماونتنج تولز او الماونتنج اكسسوارز اللي بتعطيني ابيليتي ان انا اقدر اعلق الجو برو كاميرا على هذا التشيست. فهاي تيجي معي هون زي من شوي لما كنا فكناها. هاي الربر بارت وهاي عشان تفكس الكاميرا. وهذا التشيست ماونتنج كارير. هيك عرفنا ايش التولز اللي اشتريناهم اليوم. طبعا هذا لحاله اشتريناه ب 195 ريال مضاف
يعني السعر تبع 1800 وشوي اللي حكيناه هو نفس السعر يعني الشيست كارير هو انكلودد بالسعر, سعره 195 ريال, فبنشيله من 1800 وشوي بيطلع معنا سعر الجو برو كاميرا. وهاي هي الكاميرا تبعتنا. هنلاقي طبعا المكان اللي بنحط فيه ايش, نطلع على البادي اللينس والسكرين تاتش سكرين باور بوتون مكان البطارية, وعندي كمان السماعات تبعتها. خلينا نشوف هلا كيف بدنا نفتحها. هذا الباور بوتون باي ذا واي, وهذا حيعطيني ابيليتي ان انا اغير المود. طبعا هلا عرفنا احنا كيف بدنا نفتحها, فراح نيجي على هذا البوتون او البوتون الموجود عندي هون, نضغط عليه ونسحبها لبرا, نفتح معاي مكان البطارية اللي نحن شايفينه هلا على السكرين. طيب نجيب البطارية, البطارية راح احطها بهاي الصورة, ناخذ الجو برو نحط البطارية, I believe انها لازم تنحط بهاي الصورة. اوكي نحطها بهذا الشكل, ضغطها سكرت, طبعا سكرتها غلط, بدي اضغط اسكرها على الاخر. هيك انا سكرت كاميرتي, انا عم بشيل الستيكر هلا. ايوه هيك, هاي الستيكر باي ذا واي, هاي السلحفاة طبعا رمز لانه انت بتقدر تصور اندر ووتر. وهون عم بيسألني عن السيتنجز تبعت الجو برو, شوف مع بعض شو اللي بدنا نسوي. هذه كل الجو برو كاميرا بهذا الشكل. فهيك شغلنا الجو برو كاميرا, ولاحظ انه كم الفرق بين الكاميرا اللي في ايدي كم عم بتشوف والجو برو كم عم بتشوف. طيب اخذنا هاي, اعطيني انجلش, هيك على التاتش سكرين حطينا انجلش, by using the GoPro I agree to the terms views available to gopro.com/legal I agree. بحكي لي captures the location when your videos and photos are taken on, بحكي لي انه فيها جي بي اس وانت عندك ability to capture the location. لاحظوا كيف انه ماخذ السبيس كامل مش مثل الكاميرا تبعتي. يعني هلا انا الكاميرا ام هولدنج الكاميرا اللي هي الكانون 900 دي مع اللينس 18-55, هذا هو الفيلد اوف فيو تبعي. طبعا اذا كنت بستخدم وايد لينس راح تعطيني فيلد اوسع, بس يعني عشان نعرف شو اللي عم بيطلع معي على السكرين. Install the GoPro app in your phone. Follow the app instruction to connect your camera. يعني in order to check what's happening أو to connect الفون أو الموبايل على الكاميرا, ادخل على الابليكيشن نزله GoPro app واستخدم الكاميرا زي ما بدك. Okay, back. Are you sure connecting your camera to GoPro app lets you easily transfer, edit or share your media? I'll skip setup, no, I'll say continue. طيب خلينا نجيب ال GoPro app نحطه هون, نجيب الموبايل, اخذ الموبايل نعمل هيك, نروح للموبايل على هاد فوكس موبايل, نروح على بلاي ستور, بلاي ستور راح احط جو برو كاميرا اب, راح اخذ جو برو كاميرا اب, هي مبين كثير واضح عندي شو هو الاب, عم انستول. استنى حتى يخلص, نزل هنعمل open, هاي نزلنا الاب, find my camera, allow, turn on the location services,
اوكي لازم يكون الجي بي اس شغال او اللوكيشن شغال عندي في الموبايل. هنا له تيرن اون. هيك اشتغل. راح احكي له please turn on bluetooth to find your camera. سو شغلنا البلوتوث كمان. سو شغلنا اللوكيشنز او شغلنا الجي بي اس, شغلنا البلوتوث. هلا عم بحكي لي انه هو عم بدور على الكاميرا تبعتنا. الكاميرا تبعتنا موجوده هيها. سو للاسف بحكي لي انه كاميرا فاوند. سو راح ادور مره ثانيه. كونكت مانيوالي, شيل النوتيفيكيشن. برو 7. هلا عم نعمل كونكت على الجو برو 7. هيك المفروض انه عم بعمل كونكشن. باي ذا واي انا مش حاط اس دي كارد لسه, هلا بنحط الاس دي كارد. بنطلع الاس دي كارد على ما يعمل السيرش. ايوه جبنا الاس دي كارد. الاس دي كارد تبعتنا احنا في عنا 2 اوبشنز. طبعا انا معي هلا مور ذان 1 اوبشن. عندي 32, عندي 16, وعندي كمان هلا نشوف هذا ايش. عندي ال 64, هذا ال 256 جيجا. حب استخدم انا اشياء كبيره او لينس كبيره عشان بيسألني do you agree على legal stuff. I agree. send personalization data. this data will go GoPro. نقرأ كل شيء بدنا إياه. I'll agree. you need to quick install your free editing app to get quick stories. install quick. no internet connection. راح أحكي له لانه شبك عندي على الواي فاي, اللي هو راح يعطيني ability ان انا اعمل quick edit to install. هاي الكاميرا تبعتنا صارت جاهزة للاستخدام. حطها شوي هون. لازم بسرعة اخلص لانه الكاميرا ما فيها غير 6% تشارج. meanwhile بدي اركب ال memory card. نو اس دي نسويها بهذا الشكل من الجنب. تمام. هلا المكان اللي راح احط فيه الاس دي كارد هو نفس المكان اللي حطينا فيه البطاريه. فلو انا جيت كبست على البوتوم وسحبتها لبرا, هون في عنا فراغ كتير صغير يا دوب مش مبين على الكاميرا. هون في فراغ كتير صغير. هاجي اجيب هاي 32 ما بدنا اياها. 264 بهذا الشكل. ان شاء الله يكون الاتجاه صحيح بهذا الشكل. بنكبسها على الاخر. هيك حطينا المايكرو اس دي كارد. هيك نشغلها راح تشتغل. هيك نجيب الاب.